حصل مركز الامتحانات القياسية التابع للمجلس العماني للاختصاصات الطبية على المركز الأول في التقييم الشامل على مستوى السلطنة في شهر أغسطس من بين أكثر من 8000 مركز متوزعة على شبكة مؤسسة بروموتريك في أكثر من 164 دولة. ويشمل تقرير التقييم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة مركز الامتحانات القياسية بما فيها عمليات التواصل بين إدارة المركز والفرع الرئيسي وما يتعلق بأمن المركز والمحافظة على سرية الامتحانات المقدمة، كذلك تقييم مستوى البيئة المتوفرة للممتحنين وقياس رضا المستهلك عن الخدمات.